صباحكم بالخير، صباح النور والعافية والسعادة والصحة إن شاء الله، ونتمنى لكم إن شاء الله النهار هذا نجوزوه بخير ويكون خفيف علينا ويجيب كذلك بركته. بما أن بعض المتتبعين طلبوا مني قالوا لي ديري لنا لي زونطري المقبلات، اليوم هنا راح نبداو ندير لكم مقبلات تاع باذنجان. هيا بسم الله. المقبله هذه متكونه بطبيعه الحال بالباذنجان، هو الاساس، مع طماطم، حبيبه فلفل حار باش يجينا شويه متشكوك، واللي ما يحبش الحار ما يديرش الحار، ملح، ثوم، وزيت عرب بطبيعة الحال خفيف ظريف. هيا بسم الله. دوكا نحطو من بعد ما شللنا الباذنجان نحطوه نشويوه، سواء نشويوه في لو فور ندهنوه بشويه زيت، ولا نشويوه سوغ لا غازينيير كيما نحبو. هيا بسم الله نبداو نحطوه. او يتشوى في ساعة ما عندوش الروح، دقيقة هو فرينا لافير. فوالا ساعة ساعة نقلبوه. ها نزيدو نديرو بلايصة للكرايب تاع الفلفل هذا كيربي بندخلو. ها هايا خلاص خليوه يتشوى هو تاني. من بعد ما شوطناهم شوطتهم تشواو هنطابو مع دو طريين، نحطهم في الشكارة تاع النيلون تاع لا كونجولاسيون بوغ لا سوداسيون باش يعرقو وتسهل علينا المهمة، يتقشرو في ساعة. بسم الله. هيا زيد انت تاني معاهم، ادخل. حطوهم هنا ونقفلوا عليهم كلكو مينوت ونولي بليهم. فوالا ها من بعد ما قشرتهم ونوصيكم ونوصيكم وابالك تقشروهم تحت العين، على خاطر راه تروح لهم الذوق هذاك تاع لو غوفومي هذاك يروح لهم، ولو كون ديروا صافي يعني بزاف او يفسد لكم وما يضاينش، على خاطر الماء يفسدو القراص ما يضاينش. هايا دوكا نحطوه هنا ونقطعوه فين ما هايا قطعوه هكذا، وما تردوهش عصيده صافي يعني حلاوته يجي هكذا باش كي تهزوا تحسوا الذوق تاعو والطعم تحت فمكم. ها فوالا هايا بسم الله. دوك نحطوه هنا بسم الله، ودوك كان وليو للربيب هذا. والله فكرني في ما بخويا الصغير اللي نبلغ له السلام ونقولو عزيزي صحة فطورك، هو يسميوه عبد الناصر وحنا نتربجو به نعيطو له بيبي. كانت تما الله يرحمها كي دير العيد دير البلاطو تاع المقروض، ودير البلاطو الكبير تاع المقروض، ودير البلاطو تاع خبزة، ديروا كعك. هي تقول لك العيد بلا كعك هذاك هو اللي يزين الصينيه، كعك الدقيق بصح ماشي كيما تاع درك تاع الفارينه. هو يشوفه ويقول ها واش درتي لي الربيب، عليه كل يوم انت مديرت لي الربيب. تشبعوا الدعاء مسكين. والله درك من العيد العيد نتفكروا نتفكروا التغزيله اللي كان يغزلها يقول عليه ديري لي الربيب، هو ماذا به يدير البلاطو برك تاع ثلاث خبزات يحطو على راسو ويدي. وعاد كل الكوشه كانت قدامنا، الكوشه تاع داود الله يرحمه ويجعله في الجنه ان شاء الله. جبتك اليوم
الجيران الباهيين، ماشي جيران حباب. حنايا بكريم الله يرحمها لو 15 جوغ بعدا تبداها السخانه تاعها، لازمها تبدا عيدها لو 15 جوغ تبدا الساعه دير المقروض. هاي ربي باش يديوه للكوشه، وتزيد دير هذاك البلاطو معاه الربيب هذاك تاع الكعك، والغدوه الساعه يزيدوا يديروا الغريبيه. الغريبيه ساعات تصلح ساعات ما تصلحش. انا درت لي مانير مامي الله يرحمها كانت يدها ماشي سخونه، كانت تصلح لها الغريبيه، ديروها بالمشقوق. المشقوق كانوا يرحيوه في الدار، كان هذا تاع المشرى، دوكا وكل شيء يتشرى، حتى من الكسرات عاد تتشرى. وساعات والله العبد ماشي مليح اللي يصعدم، قالت لي يصعدم يخرج فيه عظم. انا بكري من عرف العوام هادو بكل السنه برك طاح بيا السينكو، كي نشوف الرجال هزين البتي باني تاع الخبز تحت الطوابق وما يجيني عجبه. يا سبحانك يا ربي كيف انا كل جيري بالقليط. اوفا ما كليتوش بالقليط السنه بصح جريت والله غير كليت الكسره المشريه. هيا ما نكذبش عليكم، سجيت قبل رمضان وخلصت وزدت شريت هذاك اللي كان. ملا نقول لبناتي والله ماشي مليح اللي الصعدم، هاني بكري كنت نشرك في فمي ونص صعدم، ها جاب لي ربي افا باش انا تاني كليت. وبالك شاني دوك نعود ناكل القليط. من عناكم والله يا القليط لي طوح لي في رمضان والله، كي ندير ناكل ناكل جاري بلاش. هاني دوك راني نهضر معاكم قاعده نضحك فيكم وراني نقطع في الطماطم، راكم تشوفوا فيا ما حتاش نقول لكم بخدي هاكم تشوفوا. يا نقول لكم والله العظيم غير راني ابو لساني برك مازال شوف شويه صار يعني فيه الله يبارك ما نعاينوش، مازال فيه برك النشاط والحيويه والتاليه وكل شيء مني. شوفوا كل شيء مني مدعدع، قالتها اختي الله يذكرها بالخير فوزيه في عنابه، راني نبلغ لك السلامه بنت امي ما راني توحشتك وصحه صيامك. مالا كانت فنيانه شويه هي ما تشتيش تخدم في رمضان، كي دير لنا ما الداله خاصوش تغسل الماء. ها حنا نحطو السني وهي هي تقدم الاولى، ها تقول لها ما هذو ما دوك هضرتي ما كيش عيانه، تقول لها والله يا ما العزيزه غير كل شيء مني مدادة غير حيز المبلع. وتعود ما هذيك تحب تندب تحب تقطع قشها، تقولها هذه قعدت تبغدي بيا هذه. هكذا كان يعني كل شيء مني مدعده غير حيز المبلع غير حيز اللقلوق هذا اللسان برك هذا برك مازال ما نشط. ايوا بكري هذوك الماعن ما جينا ما نجيو نغسلوهم. انا البارح وانا نهضر مع حفظاني قلت لهم بكري حنا كنا نصمتوهم الساع ونغسلوهم بالقالب كي كنت صغيره خلاص جافي بالك سيزا ولا سيتا هذاك يافي با لو ليكيد هذا، والله نشفي عليهم غير يحطوا لنا الماء السخون الساع نصمتوهم تاع لي ديمات الساع ونجيبو القالب الساع ونجروهم. يا سويدنا لكن عادت الحاجه ميدمه وما تخرجش والشافه فوق راسك يعس فيك. ما العزيزه واش كنتي واش درتي فينا الله يرحمك، كانت معقبه ولا بعدايا انا كنت ما نعرفش نقرص الكسره تاعي، انا ديما نديرها في الوسط خاوية وحرفها خشن، ما نخليها ما تدور منا ومنا باش ما تفيقش بيا، نجيب القرعة تاع السجاج بكري كانوا قرعة تاع السجاج تاع الجافيل تاع الليمونات تاع الخل كاش النيلو يلعب، خليها نضربها منا منا ونجيبها
نحله بها باش تجيني شويه مليحه. خواتي سي اللي قل مني ربي بقي يستر، كسرتهم تجيني مليحه، وساعي انايا تجي ديفورميا. اي وحده النهار وفيقت بيا وتحط المغرف تاع العافيه وتسخنها وتحطها لي على يدي، قالت لي باش هكذا تتفكري طول حياتك يا هاد يا هاد القرعه هادي. دوكا كي عاد يديروا بالقنوط مسكينه قبل ما تموت تقول لي ايه وخدي عليك ويت بنتي على القرعه الكونديتسك يوليو يحلوها بالقنوط، كون راني خليتك عليه درتك خليتك لا ما عرف في يدك. ربي يرحمها على كل حال، ويرب ويرحم جميع اماتكم ان شاء الله، واللي عنده ميمته ان شاء الله ربي يعيشها وتهلاو في اماتكم. ايام بعد الميمه وما كان حتى حبيب غير كيعود ولادك حنان عليك. ميمتي كانت حنينه، كانت تحبنا، كنا كنروحوا عندها ونبات وتجبد لنا هذوك لي زور الباهيين العزاز، تفرش لنا المطارح قبل ما نرقدو، تتبد الساعة فوق المطارح تشوفهم لا كان طريين ولا يابسين. احنا قاعدين وهي هي اللي تجيب لنا الكراسة باش نقعدو عليهم، لكن احنا عندنا تقشر لنا الخضرة هي اللي تحطي لنا الفاكية، ما نقشروها ما نمسوها، خنتتنا ودلتنا يعني نسيت. شوفوا اليوم يصرت لي كليمام اللي يصلي بينا ساعة ساعة في التراويح يغلط ينسى مسكين تذهب له الصورة حتى نكوريجيوه المصلين. اي اليوم الشيف نتاعي قالت لي واش بك ما قلتيش على الثوم والملح وشويه تاع الخل، راني نسيتو قبيل ما جلي با بريزونتي، يعني حطيت الملح والثوم بيان سور هاكم شفتو اللي قاعده تتبع في لا فيديو اي شفت، وشويه برك تاع الملح تاع الخل ماشي هذه ماشي سلطه باش تجي برك مخله، اي بوكو جويل دوليف ما تشحوش. فوالا حبيتو حطيتو لها ان بو دوليف بوغ لو ديكور، حبيتو خليتوها هكذا. والان هاو الباذنجان المخلل هام زوج حبات الله يبارك طرح فيهم ربي البركه، وشهية طيبه وكلوه ديروه وجربوه وبصحتكم. شويه منا هكذا حويجه منا حويجه منا باش الله يبارك البركه تستطرح، والى اللقاء في الطبق المقبل ان شاء الله. نزيد نشوف كاش من نفكر لكم. راح الدبارة في دار بلارة.